نايف البريكي، السلام على نايف وعلى هذا الكنترول وعلى هذه التمريره، واحمد المهندي مع مامي توب خطيره، قال 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 هو 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 يا احمد، هو يا بابا يا بابا يا بابا يا با يا با يا با يا با يا با يا با على احمد المهندي. لكن خلينا من هدف المهندي، شوف التمريره من نايف البريكي، يا نايف يا نايف، ملا كنترول عملوا نايف، ملا استلام، ملا تمريره لاحمد المهندي، يقوم بالمهمه على احسن وجه. شوفوها 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 شوفوها، هذه كره نايف البريكي، وهذا احمد المهندي بذكاء يراوغ مامي جابا، وكرة في المرمى 1-0. أخيرا يأتي هدف الفرسان، أخيرا يأتي الهدف الأول للخور، أخيرا سجل نادي الخور الهدف الأول في المباراة بعد عدة محاولات بأقدام أحمد المهندي. 1-0 في الدقيقة 68.